التنمية الاجتماعية بتعليمات من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. والقطاع الصحة كيستافد من بزاف ديال التجهيزات ومن بزاف ديال المعدات ومن بزاف ديال المسائل اللي كتحسن جودة الخدمات الصحية للمغاربة جميعا. واليوم مستشفى الإدريسي في إطار نفس المبادرة للتنمية الاجتماعية كيتوصل بمجموعة من المعدات الخاصة بتصفية الكيدي اللي هما آلات ديال تصفية الكيدي، وكذلك معدات خاصة بالأطفال الخدج وحديثي الولادة اللي هما حاضنات دي كوفوز دو ترونسبور دي زاباغاي دو فوتوثيرابي انتنسيف و دي مونيتور و دي سراند اوتوبولسوز. دونك هاد المعدات غادي تساهم في توسيع رقعة المستفيدين من الخدمات الصحية لهاد الفئات المعنية، وكذلك غادي تساهم في تحسين بشكل كبير جودة الخدمات اللي كيتلقاوها هاد المواطنين. وبهاد البادرة كنتقدم بالشكر الجزيل للجنة الإقليمية للتنمية البشرية وعلى رأسها السيد العامل، وكنشكر جميع من ساهم من قريب ومن بعيد في نجاح هاد المبادرة. مرحبا بالجميع. إذا هذه فرصة طيبة نتلاقاو فيها اليوم بمناسبة الذكرى المبادرة الوطنية للتنمية البشرية الذكرى 16 لانطلاق هذه المبادرة اللي هي تعتبر برش ملكي والحمد لله. أهمية مختلف برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وأثرها الإيجابي على ظروف عيش الفئات المعوزة المستهدفة بفضل انخراط كل القوى الحية للبلاد، كما راكمت تجارب مهمة في ميدان الحكامة الجيدة وأساليب تدبير العمل الاجتماعي وطرق محاربة كل أشكال الفقر والإقصار والهشاشة. توجهوا التنمية البشرية طيلة مراحل نمو الفرد من خلال برامج جديدة. البرنامج الثالث تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، والبرنامج الرابع اللي هو الدفع للتنمية البشرية للأجيال الصاعدة في خلق فرص عمل وتيسير إحداث التشغيل الذاتي. ويستهدف هذا البرنامج الشباب الذي تتراوح أعماره ما بين 18 و 45 سنة. الطرق والمسالك القروية والمنشآت الفنية والربط بشبكات الماء الصالح للشرب. فيما يخص إنجازات هذا البرنامج على مستوى الإقليم، سنة 2019 تمت برمجة 6 ديال المشاريع بغلاف مالي كيبلغ 12,300,000 درهم، دونك كسب ديال المشاريع اللي هم بمبلغ ديال 11,000,000 درهم يهم قطاع الطرق، حيث تم بناء وتهيئة المساليك بجماعة الحدادة بالمنصور سيدي محمد تيبوك الحاج. تم كذلك اقتناء 3 سيارات لنقل المدرسي لفائدة التلاميذ المتمدرسين والقاطنين بجماعة قرية بن عمرة ومولد كهام وواد المخازن. أتغتاء في 2018 مرت هذه المبادرة من مرحلة أنجز فيهما 5 برامج لتقليص العجز المسجل على المستوى السوسيو-اقتصادي باستثمار إجمالي بلغ 43 مليار درهم. ساهمت فيها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ب 28 مليار درهم. في هاتين المرحلتين تم إنجاز 43,000 مشروع مخصص للتنمية البشرية. كما صنف التوكيل للفترة الثالثة من حيث البرامج الاجتماعية الأكثر وقعا مبادرة للتنمية البشرية. اليوم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تدخل في مرحلة ثالثة بتصور جديد مبني على تقييم النتائج السابقة وتكريس دورها الرافعة للتنمية عبر الاشتغال على الاستثمار في الجوانب اللامادية، تحسين جودة الخدمات، ضمان استمرارية المشاريع والاستثمارات، تحسين فعالية الشركاء. وترمي المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية إلى هدفين أساسيين عبر 4 برامج
الهدف الأول صيانة كرامة المواطنين وتحسين ظروف العيش تماشيا مع الدينامية التي خلقتها المبادرة منذ 2005 عبر برنامجين. البرنامج الأول تدارك الخصاص على مستوى البنيات التحتية والخدمات الاجتماعية في المناطق الأقل تجهيزا عن طريق مشاريع تهم الصحة، التعليم، الماء الصالح للشرب، الطرق والكهرباء القروية، والمسنين ذوي الدخل المحدود والمرأة في وضعية هشاشة القصور. الهدف الثاني بناء المستقبل من خلال التصدي المباشر للمعيقات الأساسية التي تواجه التنمية البشرية ليلة مراحل نمو الفرد من خلال برنامجين. الهدف الثالث تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب. هذا البرنامج يعتمد على ثلاث دعائم: الأفراد دعم حاملي المشاريع والفاعلين الاقتصاديين وتكوين الكفاءات لتسهيل ولوج سوق الشغل. المشاريع تحليل سلاسل الإنتاج وتسهيل الولوج إلى الأسواق وتمويل المقاولات الصغيرة جدا. التنظيم الالتقائية مع مختلف الفاعلين من القطاع الحكومي والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وذلك من أجل تحفيز التنمية ودعم المشاريع الاقتصادية للشباب. برنامج تعزيز الرأسمال البشري للأجيال الصاعدة الذي يتركز على دعامتين: الدعامة الأولى تهم تنمية الطفولة المبكرة بالتطرق لثلاث أولويات: المساهمة في تقوية صحة الأم والطفل. الدعامة الثانية تهم تنمية الاهتمام بالطفل والشباب باعتماد ثلاث أولويات: دعم تقليص الهدر المدرسي وتعزيز النجاح بالمساهمة بتعميم الدعم المدرسي وإعادة الإدماج. المواكبة في مرحلة التوجيه والإرشاد تعزيز الانفتاح لدى الأطفال والشباب. بهذه البرامج تضع المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية الفرد ضمن أولويتها وترسخ مكانتها كدعامة أساسية لاستمرار عجلة التنمية البشرية بصيغة جديدة واستراتيجية شمولية تعتمد على حكامة متجددة لتنزيل برامج المبادرة، كما تعزز احترافية أطراف منظومة التنمية البشرية مع اعتماد حلول مبتكرة تمكن كل فرد من استغلال جميع إمكانياته وتطويرها لمساهمة إيجابية في مسيرة التنمية المنشودة ببلادنا. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابونا في لاشين يوتيوب أو فعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد أو زوروا الموقع ديالنا على شبكات التواصل الاجتماعي.